عايز واحد من كل فريق. ف هنختار، هنبدا ايه، معلش يعني مش تحيز، بس هنختار اللي في النص كله. يعني تعالى تعالى، ايوه تعالى تعالى تعالى. احنا قلنا اللي في النص كله. اقفوا هنا كده، اتفضلوا. دلوقتي انا هسالهم سؤال، سؤال لذيذ ظريف، وممكن يعني نستعين بالمشرفين، يعني ممكن المشرفين يغششوهم، لكن حد من هنا يغششهم لا. يعني لو واحد من المشرفين جاوب بسرعه هتتحسب لهم الدرجه، لكن المشرف لو جاوب هتاخدوا 3 درجات. لو الطالب جاوب، خليك معايا هنا، لو الطالب هو اللي جاوب هياخدوا 5، خلاص. لو المشرف جاوب هتاخدوا 3، الطالب يبقوا 5. رايحين فين؟ ما تقفوا عادي. تعال هنا جنب، تعال انت جنبي هنا، تعال انت جنبي هنا، بس خلاص. ده سؤال كده لطيف خفيف كده نبدا بيه الحصه، بيقول لك ايه؟ اسمع الجمله معايا. ما تقفوا انتوا يا جدعان واقفين هتلعبوا ماتش، ما تقف يا ابني، واقف حيطه، اقفوا عادي. السؤال بيقول ايه؟ كم شين وكم ميم؟ كم شين وكم ميم في العباره التاليه؟ اللي هيجاوب اسرع خلاص يبقى السؤال انتهى وهياخد الدرجه. كام شين وكام ميم؟ العباره بتقول استفهمني استاذ. شجره مشمشنا مش مثل شجره مشمشكم. انا استاذ. اي مره ثانيه سبت. شجره مشمشنا مش مثل شجره مشمشكم. 9. مين قال 9؟ انا. اطلع اطلع، ارجع مكانك. سعيدها. شجرة مشمشنا مش مثل شجرة مشمشكم. كم شين وكم بيم؟ الميم ما هي باينة. ها؟ حد هيجاوب؟ أنا السد. قول. 13. اطلع. ارجع ارجع. أنا قلت كم شين وكم ميم؟ عيد الجملة. شجرة مشمشنا مش مثل شجرة مشمشكم. مع بعض مع بعض. كم شين وكم ميم؟ سؤالي واضح، كم شين وكم ميم؟ مجموعتك مين؟ البنفسجي. البنفسجي خدوا التلات، طلع. بس خدتوا 3 نقاط، خلاص اتفضلوا، شكرا. 27. لا. مع بعض. لا خلاص بقى. أنا قلت كم، أنا ما قلتش مجموعهم كام، أنا قلت كم شين وكم ميم؟ أنت كل ده بتحسبهم لسه؟ 7. أنا قلت كم شين وكم ميم؟ قلنا 14، انا جبتها توتال. لا انا ماليش دعوه، تقول لي كذا وكذا. يبقى هنا في 3 نقاط اخذوهم الموف، خليكم فاكرين. شجره مشمشنا مش مثل شجره مشمشكم. لو كتبتها، لو واحد فيكم كان كتبها وانا بقولها كان مسؤول. طب ما عدتهمش ليه؟ يستر. نعم نعم. طيب يلا يلا، السؤال اللي جاي ده حلو. نعم. سم. طب ليه ما جبتش قلم؟ استاذ خالد. نعم. ابى اكلم مشرف شوي. ليه؟ ابى اقول له شيء. ايه هتقول له ايه؟ اعطوني كحل ما اعطوني قلم. هو انت لازم كل حصه تطلع لي بحاجه؟ والله العظيم. لازم كل حصه يبقى شاب. انا ما معي بعد شاب. لا. بقامه. هو ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ اعطوني كحل ما اعطوا قلم. فعلا. ايوه كلام منطقي. اسمح لي يا استاذ اروح اجيب قلم. ها؟ هو بين قال انا ما اعطاني، ما اعطوني قلم، اعطوني كحل. طب ما هو كحل فعلا. فعلا. طب يبقى ده كلامه صحيح مش منطقي. كيف؟ اي حاجه. يبقى ده كلامه صحيح. صحيح صحيح صحيح. حبيبي انت حافظ الجمله حلو. نعم. بس بتحطها غلط. الاسلوب. استاذ خالد. نعم. عاد اروح اجيب لي قلم. منين؟ من شنطتي انا جايب. طب هات قلم الراجل. خدت قلم خلاص؟ مين اللي كان معاه انت؟ عبد الرحمن. ما هو قلمك قدامك اهو. مين اللي عطاك القلم؟ مين اللي عطاك اياه؟ المدير عمر. عاد اروح اجيب لي قلم؟ لا
عندي انا خلاص، في اثنين معهمش قلم، خلاص بقى بتصرف من حد ثاني. عندي قلم. الحصه الجايه تهتم برضو قبليها، وهات القلم بتاعك قبليها. تسمح طيب لي استاذ؟ لا خلاص اروح اجيب. لا لا خلاص خلاص. شوف السؤال اللي جاي ده سؤال لذيذ وعايز تفكير وبرضو معتمد على السرعه، يعني اسرع واحد هيفكر هيجاوب من اي فريق الفريق كله هياخد الدرجه. جاوب على طول، ارفع ايدك وانا هختار وجاوب من غير غوغائيه، مش عايز فوضى. اسمع بقى السؤال، اسمع السؤال. بيقول لك عندنا بنوته بنت، بنت البنت دي عندها كام سنه؟ عندها 9 سنوات. امها امها بتقول لها بنت، بتقول لها يا ماما، وفي لما تبقى دلوعه شويه بتقول لها يا مامي، يا مامتي دي مصريه جدع، ويما يما صح كده صح. طيب يما عندها 41 سنه. طبعا انت اصلا مش من اللباقه انك لما تشوف واحده تسالها تقول لها عندك كام سنه، ها؟ عشان الستات انت لو بص لو مين لو بطل اولمبيا هتكرهك لو سالتها عندك كام سنه، اتعلموها من انت صغير دي، ها؟ عندك كام سنه كانك انت بتضربها بالبوكس يعني. ما عادش احنا نمشي على القوانين وخلاص، ما لناش دعوه، ما نسالش ليه. دلوقتي البنت بتقول لك انا لما كان عمري 9 سنوات امي كان عندها 41 سنه. امتى السؤال بقى اهو، امتى يكون عمر الام ضعف عمر البنت؟ ده السؤال، جاوب. امتى يكون عمر الام ضعف عمر البنت؟ ايه ده خلاص كده بسرعه كده، الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله. قول 18. اقعد استنى استنى، يعني ايه ضعف؟ يعني دبل. الدبل كفو. دبل ال 18 كام؟ 18. ولا مين ال 18؟ الام يعني؟ ايه لا انت بتصغر الام دي، تصغرها لما تكون رايح تخطب فانت عايز تكسب ود حماتك، فاهم انت؟ فتقول لها ما شاء الله عليكي، ده انا افتكرتك اختها الصغيره، الحركات القرعه دي تعملها وانت رايح تخطب، لكن هي عندها 41 سنه بترجع في العمر ازاي؟ استاذ استاذ مين مين؟ استاذ انا ما جاوبت. 82. ايه عمر الام يصير عمر البنت 18، يصير عمرها كي ضعف، فيصير عمر الام 82. طب قوم وقف. ابشر تبشر بالجنه. يعني ايه ضعف؟ ضعف يعني دبل. دبل دبل ال 10 كام؟ دبل 10 100 عشان خاطري. دبل 10 20. الدبل الدبل اللي هو قده مرتين صح؟ 10 ضعفها كام؟ 10 ضعفها 20. وال 15 ضعفها كام؟ 30. صح؟ صح. اصل انت راجل انا عارف ان انت دماغك حلوه، فعيب لما تقول لي 18 و 82. ضربت عادي عادي، بتحصل بتحصل بتحصل. قولي يا عسل. 24. مين اللي عندها، الام ولا البنت؟ البنت. البنت عندها 24، يبقى امها عندها كام؟ احنا بناخد واحد من كل لون من غير استاذ، من غير استاذ انا شايفك. قول يوم يكون عمرها 41. هي مين؟ اعطاها واحده. الام يوم يكون ذا البنت يوم يكون عمرها 41 وامها تصير 82. طب اتحسبتها ازاي؟ قوم وقف. والله كان صحيح اتوقع البنت لما هيكون عمرها 41 سنه يبقى زادت كم سنه؟ تصير عمرها 50 والبنت تصير عمرها 50. زادت و خليها 10 عشان تحسبها بسهوله، خليها 10. 41 يبقى الفرق كام؟ 41 يبقى الفرق كام؟ 31. حلو، لو هي عندها 9 41 يبقى زادت كم سنه؟ استاذ بكبروا كل واحده. سمعتك دلوقتي انت بتقول لي صح. لحظه لحظه عشان نستفيد بس، لحظه عشان نستفيد. دلوقتي انت بتقول لي لما هيكون عمرها 41 سنه الام هيبقى عندها 82 سنه. طيب انا بقول لك لما البنت يكون عندها 41 سنه معناها ان هي كبرت كام سنه؟ عدى عليها كام سنه؟ كبرت كام سنه؟ اه من 9 ل 41 كام؟ فانا قلت لك احسبها بسهوله، خليها عندها 10. 10 و 41 يبقى الفرق كام؟ 31. طب لو هي 9 يبقى الفرق كام؟ 40. يا قلبي يا قلبي ركز. معلش معلش معلش. هي عندها 9 دلوقتي 41 كام الفرق؟ فانا بقول لك عشان تحسبها بسهوله خلي عمرها 10. 10 الفرق بينها وبين 41 كام؟ 10 في 4 لا شو اسمه 30 عشان خاطري.
31. طب لما يبقى عندها 9 مش 10 يبقى الفرق كام؟ والله ما احسبك الا لما تجاوب. 32. بس صح كده؟ خالد حسين صح؟ تعال ايش فيه؟ لا بس استاذك بس نبغاه. اه طيب صح, صح علي؟ صح عليك. يبقى هي البنت هنا انت بتقول ان هي كبرت 32 سنه صح؟ يبقى الام هتكبر كام سنه؟ 41. ايه يا ابني هي امها عايشه في المريخ. استاذ ما هي دي كبرت 32 يبقى امها هتكبر. امها كبرت 32. صح يا قلبي. اجمع 32 كده زائد 41 2 و1 32 لا 83 عشان خاطري. ايه ناقص 73. ايه 73. هل 73 ضعف ال 41؟ لا استريح. غلط. ها مين هيجاوب في الاصفر؟ احنا خدنا واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا. جاوب عشان خليك تجاوب انت. انا لا اخر واحد. يا استاذ الام عمرها وماما عشان اسمعك بس معلش. يا استاذ الام عمرها 82. 82 إيه؟ يبقى البنت هيبقى عمرها كام؟ 18. ما هو انت طالما قدامك ورقه وقلم ما تجاوبش اجابات عشوائيه بدون حساب. طب ممكن نسمع الراجل؟ الراجل ده بيقول لي دلوقتي الام هيبقى عندها كام سنه؟ 82. 82 معناها كبرت كام سنه؟ كبرت 41 سنه. شطور 41 سنه يعني لازم دي كمان تكبر 41. طب لو كبرت 41 هيبقى عندها كام سنه؟ 50. طب هل 50 ضعفها 82؟ لا. طب اجابتك غلط. نرجع تاني للموف. مين ما جاوبش؟ انت جاوبت المره اللي فاتت. جاوب جاوب. انا ما جاوبت. طب جاوب. ايش ساتنا 50. الاجابه 50. غلط. حد في الاخضر عنده اجابه؟ قول. حاضر حايد 40. ايوه البنت. على فكره السؤال سهل. حد من المشرفين جاوبه؟ كله كله الف هنا. ها البنت بتصير عمرها 40. البنت بتصير عمرها 40. حلو. والام احسبها عادي. 41 و5. ما انت رفعت ايدك معناها انت عارف الاجابه. 42 8 85. غلط. مين من الاحمر عنده اجابه؟ لابش لابش. بسم الله. اقول لهم السؤال تاني؟ انا يا ابو عينيا عينيا عينيا. بيقول لك حاضر. لا غير السؤال ده. بالعكس ده سؤال سهل. ده لسه الاسئله الجايه صعبه. ده لسه الاسئله الجايه صعبه. بيقول لك اذا كان عمر البنت. طب نسمع سؤال تاني. بنت عمرها 9 سنوات وامها عمرها 41 سنه. احنا بنقول ربنا يديكم الصحه وطولة العمر انتوا وابائكم وامهاتكم ويرحم اللي مات. هم هيكبروا في العمر. فبنسال امتى هيكون عمر الام ضعف عمر البنت؟ ترى والله سهله. لا تكفى. والله ايش حالك؟ طيب عساك بخير. اهلا وسهلا. هلا عشا الليله. ها؟ هلا عشا. ما يجي لي والله. ليه؟ ما يجي لي والله. الله يرفع قدرك. الحق لك يا ابو زهر. الحق لك. يا ولد تسلم. ما في فرق. تسلم. طلبتك. البعير اللي انت خابر. الجمل. احنا جاوبنا اخر واحد. جاوب مين؟ الاخضر صح؟ الاحمر عنده اجابه؟ قول يا قلبي. البنت يصير عمرها 25. 25 زائد 9 34. ايه استنى استنى استنى. البنت عمرها 25. ايه يبقى كبرت كم سنه؟ كبرت 18. أوه. لا يا استاذ. الحين عمرها 9 صار عمرها 25. حلو. صار عمرها 25. إيه؟ يعني كبرت كم سنه؟ 16. 16؟ ايه طيب يعني المفروض الام تكبر كم سنه؟ 16 سنه. إيه؟ طيب لو الام كبرت 16 اجمع 16 زائد 41. اجمع 16 زائد 40 ب 6 56 و 1 57. هل 57 هي ضعف ال 25؟ شكرا. على فكره في طريقه سهله. لا لا راح عليكم الدور. قولي عسل. يا استاذ لما يصير عمر البنت 25 يصير عمر الام 50. طب يعني هنوقف العمر نديها اجازه يعني الام نقول لها بس ما تكبريش دلوقتي؟ لا يا ازاي؟ لا يا استاذ. افتح ايدك. افتح ايدك كده. افتح ايدك كده. خد البوسه. شكرا. اقعد. ها مين عنده هنا في الاصفر؟ خلاص الراجل هيجاوب. لا الراجل لو ما جاوبش هنجي لكم. اتفضل.
تسعة ما تتضاعف مع ال 41. شكرا. ما يصير ضعف بينهم. شكرا. غلط. غلط. ها قول. استاذ ما تتضاعف. ما يصير عمر الام ضعف عمر البنت. حلو. 41 ناقص 9 32. والبنت اساسا عمرها 9. 9 زائد 32 41، فيصير لما نضاعفهم يصير عمر الام 82 ويصير عمر البنت 41. يا اخي حرام عليك يا اخي، يا اخي حرام عليك يا اخي، عمال تفكر تفكير عالمي بوظتها بزورتها بالاخر ليه يا اخي؟ يا اخي والله كنت ماشي عالمي عالمي يا خالد، كان ماشي. بص ما فيش واحد فيكم جاوب اللي هو جاوبه، ما حدش فيكم اتكلم اللي هو اتكلمه، بوظتها بالاخر. طيب خلي يكمل يا اخي، كمل. ما هو كملها ضايقني. نساعده في الاخير. قول تاني. معلش معلش قوم اقف. والله العظيم فكر بطريقه عالميه. عارف لما يبقى واحد في الاولمبيات وبيجري في سباق ال 100 متر واخد الاول وبعد كده ايه طلع يشرب ميه؟ يلا قول تاني براحتك. 41 ايوه ناقص 9 32. الله اكبر. حلو. والبنت اساسا عمرها 9. حلو حلو. و9 زائد 32 41. طيب ماشي. والام اساسا عمرها 41، فلما نضاعفهم تصير الام تضاعف مين؟ الام عشان خاطري. عشان البنت. خاطري البنت. الام ضاعف البنت. لا ضاعف الام. انت اسمك ايه؟ سعود. سعود والله يا سعود فتح لكم باب دخلكم المساله من الباب الكبير. شكرا يا سعود والله على مجهودك والله، بس انت للاسف ما كملتهاش. قول قول. البنت بتصير عمرها 27. غلط. حد هنا في الاحمر قول. عمر البنت الام 95. ها 95. البنت عمرها 95. لا لا ما بتتحاسب ضعف عمرها بقى. قول يا استاذ الحين بصير. تعالى انت استاذنت مني. قلت استاذ من الاستاذ. طب ماشي استاذ من عشان خاطرك كده. يلا ما مشكله. الحين استاذ اه بيصير عمر البنت 41، يعني كذا زودنا 32. غلط. كيف؟ لا حد هنا ما جاوبش. يجاوب جاوب. قوم واقف قوم واقف قوم واقف يا اخي. قول واغلط يا اخي. هو اللي بيغلط بنكهربه؟ ما تغلط. يلا ها مش تقول استاذ قاعد يقول لي استاذ ما ادري ايش تقول. حاول انت فكر. البنت لو ضعفناها بتصير 32. طيب ما ادري او 19. انا ما عنديش مشكله واحد يغشش واحد في المجموعه نفسها. طب 9 ناقص 41 32. طيب خلاص. طيب 32 زائد 9 ها. لو جاب عليك ها لو جاء عليك الدور بقى تاني. خلاص اخر اجابه. مين عندك اجابه؟ عندك اجابه؟ انا ايوه. جاوب. عطني اياها. قول له 9 خلاص 9 ناقص عمر الام 32. ايوه زيد على زيد على عمر البنت 32 والام 32 كل ضعف بعض. اوف استاذ طول طول ما فهمت انا ما جبت ولا مره. وتزد علي وتزد اوف بس انا يا استاذ نسمع 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 زميلنا نسمع زميلنا. عمر الام يا استاذ 68 وعمر البنت 56. طب بص كده 36. طب بص كده بص كده معايا. الام 63. خطا والله. سم لا عاد افكر. سم. ان شاء الله ما عاد افكر. سؤال معلش يقول فهم السؤال نص الاجابه صح. هو سؤال مش محتاج فهم. نعم. البنت عندها 9 وما عندها 41. انا قلت امتى الاثنين يكونوا ضعف بعض؟ 59 ممكن. ازاي عمر البنت 41؟ عفوا انا هقول لسيادتك حاجه. طيب دقيقه 59 نصها كام؟ طيب دقيقه 59 نصها كام؟ خليني اعرف 59 نصها كام؟ 59 نصها 4 هو 28 28 ونص. كم؟ 29 ونص. 29 ونص صح؟ 29 ونص. لا 28 ونص. انتوا لخبطتوني انا. 59 59 نصها كام؟ 29 ونص. 29 ونص. انت عرفت ازاي عيد ميلاد البنت؟ بقول لك شيء، انت تقول ضعف عمر البنت 9 ضعف عمر البنت 18 اضفت. انا بقول امتى امتى في اي سنه هيبقى عمر الام ضعف عمر البنت؟ هما الاثنين هيكبروا هيفضلوا يكبروا، هيجي في وقت الام عمرها هيكون ضعف البنت. تعالوا نبص كده مع بعض. 76. لا انا انا قلت مش عايز الاجابات كده. اجلس. انا قلت مش عايز الاجابات كده. اجلس استاذ اجلس. اه اتفضل استاذ. اه انا ما اعتقدش. انا اسف فهمتوا. قول يا استاذ. عرفها 95. قول اخر اجابه اهي. 64 32. عرفها. وموافق 30.
جبتها ازاي الرقم ده؟ ايش؟ نسمع كده، نسمع كده بعد اذنكم، نسمع بعد اذنكم. اديني وشك، جبتها ازاي؟ يا استاذ اول شيء نقصت ال 41 من 9 يا استاذ، صارت 33، وزودت يا استاذ لين ما تساوي استاذ في نفس الرقم. يعني انت بتقول عمر الام كام؟ 41. عمر الام كام بقى في الاجابه؟ خلاص يعني الاجابه بتاعتك 64. عمر الام 64. طيب يعني معناها زادت كام سنه؟ ايش زادت كام سنه؟ زادت استاذ واحد بقت اربعه، واحد بقت اربعه، يعني زادت كام؟ ثلاثه. وال40 بقت 60 20، يعني 23 سنه صح؟ ايه. طيب زود هنا كده 23 سنه وشوف هتطلع كام الاجابه. تطلع كام؟ سقفه كبيره، سقفه كبيره 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 كبيره. ومعلش ومعلش اسمك ايه تاني؟ عبد الرحمن العواد. عبد الرحمن العواد الفريق ده هياخد خمسة وسعود هياخد ثلاثة، لان سعود هو اللي فتح الباب ده. سقفه كبيره لسعود برضو كمان، حرام عشان ما ايه ما نهملش حقه، لان سعود اول واحد فكر التفكير ده وقال ايه؟ قال لك انا لو طرحت 41 من 9 هتبقى الاجابه 32. إذن هو ده الفرق اللي هيفضل بينهم، ده الفرق. يعني هم طول ما هم بيكبروا، هل الأم مثلا عشان بركة فالسنة بتاعتها هتبقى في سنتين؟ لا، هيفضلوا طول عمرهم الفرق بينهم 32. يبقى أنت تبص على مضاعفات ال 32، مين إيه الرقم اللي ضعف ال 32 بعد ال 41؟ 64. وجرب وامشي. طب أنا هسألكوا سؤال تاني، يعني فكروا فيه بمنطقية كده. حاجة بس أسهل. حاضر خلاص خلاص، بلاش 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 خلاص. طب وصلت دي؟ وصلت؟ غرزوا فيها الله يوفقك. لا هي سهلة بس عايزة تفكير شوية. هو